للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات الأستاذ باسل حفار. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال بأن الهجوم على إدلب سيؤدي إلى تهجير 3.5 مليون سوري، يعني كيف تفسر أن يخرج هذا التصريح من أعلى مسؤول عسكري في تركيا؟ حياكم الله، تحية لكم ولمشاهديكم الكريم الكرام. طبعا حقيقة هذا التصريح ليس صادما في ظل التعقيدات الأخيرة، إذ روسيا أبدت انتعاضها أكثر من مرة خلال الفترة القصيرة الأيام القليلة الماضية من تحركات الإيرانيين، وفي نفس الوقت حتى من تحركات الأتراك إلى حد ما. وبالتالي هناك شعور عام بأن اتفاق سوتشي واتفاق خفض التصعيد واتفاق وحتى مسار تشكيل اللجنة الدستورية متعثر وربما هو في طريقه إلى الانهيار. وفي نفس الوقت هناك تصعيد من طرف النظام وقصف في أكثر من منطقة من أطراف إدلب أو في إدلب نفسها، وبالتالي هناك إنذار بكارثة إنسانية جديدة ربما على شاكلة الغوطة أو حلب أو غيرها. نعم. تتضمن تهجير عدد كبير من المواطنين وإحداث كم هائل من الدمار. نعم، بماذا تقرأ استهداف طيران النظام السوري لإدلب؟ النظام خلال طوال الفترة الماضية طوال فترة الثورة السورية كان خياره واستراتيجيته تقوم على فكرة إنشاء أو إحداث أكبر قدر من الفوضى في سبيل خلط الأوراق وأشعار المجتمع الدولي والعالم برسالة الأسد التي أطلقها منذ أول يوم، أنه إما أن يبقى في الحكم وإما أن يحرق البلد وينشر الفوضى في سوريا وفي العالم، وبالتالي ويستثمر أي فرصة من التضعضع أو انهيار اتفاقات أو اللقاءات أو غيرها لإحداث أكبر كم من الفوضى، وأقصر طريق إلى الفوضى هو الحرب والقصف وإحداث أكبر قدر من الدمار. نعم، نائب رئيس تركي فؤاد أكاطاي صرح بأن الجيش التركي أصبح جاهز للدخول إلى سوريا، هل برأيك نفذ صبر الأتراك لتنفيذ عملية عسكرية تركية في سوريا؟ لا شك أن الأتراك يعتقدون ويعني يخططون بوضوح لفكرة عملية عسكرية واسعة النطاق في سوريا ولتواجد تركي في سوريا في أكثر من منطقة، شرق الفرات وفي الشمال السوري وكما لاحظنا من السابق في درع الفرات وعفرين وغيرها. ويعتقدون أن وجودهم هناك يمكن أن يشكل حلا حقيقيا ويقدمون أنفسهم للعالم على أنهم القوة القادرة على ضبط الأوضاع من خلال القضاء بالكامل على بقايا جيوب الإرهاب، إضافة إلى ضبط عملية وقف إطلاق النار وخلق نوع من التوازن أو التوافق أو استقرار المناوشات بين الأطراف السورية نفسها. نعم، هل برأيك في تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت بأن واشنطن تضغط على أوروبا حول الخطة الأمريكية شمال سوريا، هل ترى بأن أمريكا يعني ترفض الوجود التركي في سوريا؟ الولايات المتحدة اتخذت قرارا بالانسحاب من سوريا، يعني هو أقرب إلى قرار صادر عن الرئيس ذاته وليس عن المؤسسات الأمريكية، ولذلك هناك نوع من التداخل والتضارب الواضح. البنتاغون الخارجية الأمريكية وغيرها لديها تصريحات متضاربة بخصوص هذا الأمر، وهناك مسؤولين أمريكيين كبار استقالوا بسبب هذه الخطة. ثم ما لبث ترامب أن تراجع عن هذا الأمر وتحدث عن بقاء 400 جندي، 200 في التنف و200 في شرق الفرات في سوريا، وهذا الأمر لم يتم ولم يحصل بالتنسيق مع الأطراف الشركاء الأوروبيين، ولذلك لا نستغرب حدوث نوع من الفجوة أو التصريحات المتضاربة أيضا والضغوطات المتبادلة بين الولايات المتحدة والأوروبيين ليدفع كل منهم بالآخر ليشاركه في خطته ورؤيته لما يحصل في سوريا. نعم، الأستاذ باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.